السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عايدة من قناة وصفات عايدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يوم ثالث من رمضان، نتمنى تكونوا قضيتوه في أتم الصحة والعافية. أنا اليوم كنصور لكم فيديو في الليل، ماشي بنهار. فطرت الحمد لله والشكر لله، وصليت صلاتي، جمعت كويزينتي، وجيت قلت نتونس معكم واحد شويه ونعطيكم واحد المعلومه غايه في الاهميه طبيعه الحال بالنسبه للناس اللي كتهمهم الحميه والرجيم خلال فصل رمضان. قبل ذلك كنشكركم بزاف 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 على التفاعل الكبير ديالكم اللي خليتوه ليا على الانستغرام، وايضا من خلال اللايكات ديالكم ومن خلال لي فيو ديالكم. ممكن تقولوا هذه حمقه لي فيو قلالين بزاف وهي كتشكرنا، ولكن انا فقط هذوك الناس اللي كيشوفوا ليا الفيديو ديالي 2000 واحد 1000 واحد كيكفيوني وكيغنيوني، شي يكون غير 100 واحد وكيشوف الفيديو بحب، وكنشوف انكم كتشوفوه من الاول حتى الاخر وكتستافدوا منه. انا جدا سعيده وجدا فرحه وكنشكركم بزاف بزاف، لان طبعاً الحال عندنا دي بارامتر اللي كيبينوا لنا على الافريج ديال المشاهده، فكنشكركم بزاف وفعلا فرحتوني لان الفيديو ما كانش كيتشاف من الاول للاخر. وهاد الفيديوهات ديال شهر رمضان تشوفوهم ليا يعني مده لا باس بها، كنشكركم من اعماق اعماق قلبي، وهذا ان دل فانما يدل على الحب المتبادل اللي ما بيني وبين المتابعات ديالي، فشكر خالص من القلب لكل متابعات قناه وصفات عايده. دونك فوالا، بلا ما نطول عليكم، اليوم جبت لكم واحد الوصفه وماشي ريجيم، كاين واحد الريجيم اللي غنحطو ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا كنظن، مهم عندي مصور. هو ريجيم لمدة 3 أيام لفقدان 5 كيلوات خلال شهر رمضان، ريجيم سريع جدا، ريجيم الإنقاذ اللي بغينا نقوله. ولا شفنا راسنا هاد 3 أيام الأولى كلينا بزاف، عيقنا، تعرضنا، كنا عند لي مامون ولا لي بيل مامون ولا شي حاجة ملي كنمشيو حنا بطبيعة الحال كيتهلاو فينا، دونك ملي نرجعو للدار من بعد 3 أيام ديال العرادة نحاولو أننا نغيكوبيغيو. فهذا أحسن ريجيم، 3 أيام باش نطيحو 5 كيلو، رائع جدا. نكونو في الإنتظار، غادي نحطو كنظن بعد هاد الفيديو، المهم إلا مكانش راه يكون قبل منو عذروني. الو، اليوم ان شاء الله قلت لكم واحد الوصفه هي رائعه جدا بالنسبه للبنات اللي كياكلوا بريوه ولا كياكلوا شباكيه ولا كياكلوا جو سي با شي بشنيخه ولا شي حاجه، وكينبهم الضمير ديالهم لانهم كلاو شي حاجه فيها سعرات حراريه كثيره. فهاد الوصفه اللي غنعطيكم اليوم هي وصفه قاهره قاهره وقاتله لجميع الدهون اللي كتاكلوا كتحرق. يوفوا داكشي كيدخل ليستوما ديالكم كتشربوها هي ما كيبقاش الاثر ديالو، دونك هي فعلا قاهره للدهون، من افضل الوصفات على الاطلاق في قهر الدهون. فكلوا، ماشي زعما راني نقول لكم فوالا تاكلوا هكا فولونتيرمون، لا، ولكن زعما الا كليتوه مره واحده في الاسبوع ولا جوج ولا كليتو شي حاجه بلا ما يبقى فيكم الحال وينبكم الضمير ديالكم، فهاد الوصفه حارقه هائله للدهون. ف بطبيعه الحال بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا كياكلوا كلاو الحلويات ولا هذا فهي كتحرق لهم الدهون، وبالنسبه للناس اللي ما كياكلوش متبعين حميه ويشربوها فهي رائعه اكثر واكثر لانها كتعلي معدل الحرق، فهي تضرب عصفورين بحجر واحد. يعني لانه بالنسبه للناس اللي متبعين حميه وملتزمين معايا بالنظام ديال رمضان فغادي تعلي لهم معدل الحرق وغتكون نتائج مضاعفه باذن الله تعالى. وبالنسبه للناس اللي كيغشوا راكم عارفين راسكم، عارفين اني ما كنهضر، اتونسيون. بالنسبه للبنات اللي كيغشوا كياكلوا هكا حليوات شبيبيكيات وهذا، فهذوك البنيتات ماشي مشكل، غادي يعني نهانيه غادي تحرقوا بهذا المشروب. دونك فوالا، غادي نبدا على بركه الله. المشروب كتشوفوا هذه القرعه هذه كتقول ديالتاش، فهذه انا كنشري واحد النوع من القهوه باردون وكنطحنها باردون. رائعه هاد البنات هاد القهوه، الا بغيتو نشارك معكم الماركه ديالها فيما بعد، فكنديها لعند مول الهري وكيطحنها ليا وكتعجبني هي اللي كنستخدم صراحه الله. دونك كناخذوا معلقه ديال القهوه مطحونه، نتوما ماشي مهم زعما طحنوها، زعما ممكن انكم تشريوا هذوك الباكيات اللي كيكونوا مطحونين ماشي مشكل. فوالا، ثم عندنا المكون، دونك فوالا غناخذوا ملعقه ديال ملعقه من القهوه، والمكون الثاني وهو المكون الرئيسي كيف ما كتشوفوا معايا ان 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 قولوا خرجها فوالا خلينا نبسطوا شويه ما فيها باس. الوغ كيف كتشوفوا معايا جو بونس واضح لكم، فهو مكون القزبور حبوب ولا قزبور يابس. البنات الفوائد
الهائله ديال القزبور يابس لا داعي لانني نتكلم فيها، من اروع الانواع اللي يعني ديال التوابل الا بغينا نعتبروه، فهو تابل اللي عندها واحد المنافع هائله جدا على الذات على الجسم على يعني تركيبه سبحان الخالق، فهي حبات صغيره ولكن مفعولها كبير جدا. الى طابيتيو في جوجل فوائد القزبور حبوب او القزبور يابس غادي تشوفوا شنو الفوائد ديالها، تكلموا عليها دكاتره كثيرين، فهي مهمه جدا للذات، بطبيعه الحال كتقوي الجسم كتمطهر للجسم كتمنع الالتهابات اللي كاينين في الجسم، وايضا منظم في بعض الحالات ديال الهرمونات ايضا كينظمهم، فرائع جدا بالنسبه للقزبور حبوب. الوغ هاد الوصفه هادي شنو غنستعملوا فيها؟ الا استعملتوا قزبور مدقوق راه ما عند الوصفه حتى شي فائده، باش نكونوا واضحين. هكا البنات اللي كيقولوا لي فوالا كتقولي قزبور حبوب واش ضروري نلتزموا بالقزبور حبوب؟ اييه قلت القزبور حبوب القزبور حبوب، لان الا درتوه مطحون بحال خوينا الماء في الرمله. دونك غادي نبداو على بركه الله الوصفه ديالنا، فوالا نسدها واحد السداسه انا، شوفوا زيد لها حتى الفيلم اليمونتير من الفوق باش ما تحيدهاش الريحه. انا كنستهلك القهوه بزاف يا البنات فهموا، انا مع القهوه شكون لا ينتهي. الوغ هنا كيف كتشوفوا المعلقه اللي عندي انا كبيره، فوايي معلقه كبيره كبيره فريمون كبيره. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ نصف ملعقه، ولكن نتوما الا كانت عندكم معلقه صغيره غادي تاخذوا، فوالا نديرها لكم في الضو. الوغ الا كانت عندكم معلقه صغيره غتاخذوا معلقه صغيره. الوغ غناخذ واحد الكاس زجاجي وغنوضع ملعقه صغيره من القهوه، سي حنا نقولوا ملعقه صغيره من القهوه داكوغ. هاتي نسد القريعه ديالي عافاكم باش ما تزولتيش منها الريحه. فوالا على غاية القهوه خدينا معلقه صغيره ديال القهوه، ثم غادي ناخذوا هذا القزبور هذا راني ملي كنشريه بطبيعه الحال كيخصو يتنقى ويتزول منه كاع الاشياء اللي غير مرغوب فيها بطبيعه الحال الشوائب ديالو. دونك فوالا كناخذ ملعقه ممتلئه كبيره من القزبور حبوب ولا القزبور يابس، فوالا شفتوا الخليط ديالي، الوغ ملعقه صغيره من القهوه وملعقه كبيره من القزبور يابس او القزبور حبوب. فوالا ثم غادي نجيب الماء الساخن، الماء المغلي ماشي الساخن، الماء المغلي فوالا، وغادي نغلي ومباشره من بعد ما نخوي كان وقولوا لي شنو هادشي عايده شي طبيصه نتايا، مباشره من بعد ما كنخوي كنغطي بالطبيصه. فوالا تبعتيو معايا المراحل. الوغ قلنا ملعقه صغيره من القهوه المطحونه البن وملعقه كبيره من القزبور حبوب او القزبور يابس، ما ديروش مطحون لان ما غادي يعطي حتى شي فعاليه. فالتوابل ملي كتكون هكاك عرق ولا صحيحه المفعول ديالها كيكون اكثر وكتطلق اكثر، فغادي تشوفوا اللون غادي يتبدل القهوه مع اللون ديال القزبور ملي غادي يطلق، رائعه جدا جدا. هذا المشروب هذا كيف قلت لكم كيحرق الدهون، الا كلينا شي حاجه حلوه ولا كلينا شي حاجه زدنا فيه فهو كيحرق داكشي اللي كيدخل الجسم، والناس اللي متبعين الحميه كيرفع لهم معدل الحرق وبالتالي خساره الوزن كتكون اكثر. متفقين القزبور عنده عده فوائد، ماده طبيعيه ما عندكم مناش تخافوا منه، استعملوه بعينكم مغمضين فوالا. والقهوه حتى هي كنعرفوا على انها مفيده لا باس اننا ناخذوها ما كتعمل حتى شي حاجه، اذا المواد الطبيعيه الا ما نفعتكمش ما غاديش تضركم، وصدقوني غتنفعكم بواحد الشكل كبير. امتى غادي ناخذوها؟ ناخذوها من بعد وجبه الافطار، يعني في الفطور نفطروا في رمضان نجلسوا واحد شويه واحد نص ساعه وناخذوها، وناخذوها بعد وجبه السحور اذا كنا كنتسحروا بطبيعه الحال، ما كناش كنتسحروا كنا دايرين نظام الوجبه الواحده مره واحده تكفي. كنظن على ان الفيديو واضح كلشي شارح نفسه، جربوا الله يخليكم هاد الوصفه وردوا عليا الاخبار، استعملوها فقط لمده 10 ايام وشوفوا النتيجه، غتبان في السيلوات ديالكم غادي تنحت الجسم ديالكم الكرش غتختفي وغادي تقولوا عيد الله يعطيها الصحه. بارك عليا الكلمه هادي، شكرا على طيب المتابعه. باردون اول قبل ما ننسى بالنسبه للبنات اللي غيسولوني واش نصفيه بديهي بطبيعه الحال انكم غادي تصفيه، هكا لقى بعض الاسئله بحال هكا واش نشربوه هكاك واش نصفيه، بطبيعه الحال غادي تشربوه دافي تخليوه يدفى شويه تصفيه وتشربوه بعد وجبه الافطار وبعد وجبه السحور، رائع جدا.
خسارة هائلة للوزن، ممكن أننا نلاحظوا على أن معدل خسارة ديال كيلو في النهار، نقدروا 7 أيام نخسروا فيها 7 كيلو، 10 أيام 10 كيلو، إذا كنا ماشيين بواحد النظام غذائي بواحد الحمية اللي هي رائعة من الحميات اللي عطيتكم مع هذا المشروب قنبلة في التخسيس. وما غادي يجي فين وصل إن شاء الله الرحمن الرحيم العيد بإذن الله تعالى وقوته، حتى تلقاو راسكم ما عرفتوش راسكم. مني لكم أجمل تحية وحتى نلتقي، شكرا ودمتم في رعاية الله.